هل من رسالة سيد الوالي للمواطنين توجهها للمواطنين؟ المواطنين اللي يمكن نقول لهم هما أنهم يكونوا مطمئنين أن الأمن في الخدمة ديالهم دائما، وأحنا متواجدين على قدم وساق باش يعني تمر الأمور أمن وأمان والسلم والسلام، وحنا دائما في الخدمة ديالهم ليل نهار 24 ساعة. هذا هو. شكرا سيد الوالي، تحياتي لكم.